محمدي الحقيقه دايما بندهش انك تقريبا انت عديت كم ماتش في الدوري الانجليزي دلوقتي؟ انت يعني اكتر واحد، اكتر لعيب من اكتر لعيبه العرب اللي لعبوا في الدوري الانجليزي. 198 في البريمير ليج يا كابتن. 198 لازم نكملهم ان شاء الله، 230 على الاقل بامر الله، يعني ان شاء الله بالسيزون اللي جاي بامر الله. طيب الله. ايه حكايتك مع منتخب مصر؟ ما يعني مش حاسين انه المحمدي هو المفضل؟ انه راجل بيلعب طول الوقت في اوروبا وفي الدوري الانجليزي سواء في الشامبيونشيب او في البريمير ليج، ودي حاجه تقيله جدا، لكنه ما حسيناش انه المحمدي خد حقه في المنتخب الوطني. لو بتكلم غلط قول لي. لا والله خالص يا كابتن، انا يعني دايما موجود مع منتخب مصر، ومن 2007 وانا موجود مع منتخب مصر. نعم. لحد طبعا اخر مره كانت في بطوله افريقيا في 2019. لعبت فوق ال 94 مباراه دوليه. دايما موجود مع منتخب مصر، وانا تحت امر منتخب مصر في اي وقت. طبعا من الفتره اللي فاتت كانش في حظ ان انا اكون موجود. ولكن طبعا دي وجهه نظر المدير الفني كابتن حسام البدري، طبعا احترمها تماما. ان الراجل دلوقتي بيحاول يعمل سكواد جديده، بيحاول يقلل في سن اللعيبه، ودي طبعا حاجه طبعا لازم احترمها ولازم اتقبلها كلاعب يعني. ولو احتاج لي كابتن حسام البدري في اي وقت بس بالتاكيد انت حزين ان انت مش موجود في المنتخب. اكيد طبعا يا كابتن، اي لاعب في العالم، اي لاعب في العالم بيبقى طبعا شرف ليه يكون موجود مع منتخب بلده. لو حضرتك متابع طبعا دلوقتي منتخبات كلها بتستعد لبطوله اوروبا، شايف ان في منتخبات بتحاول ترجع اللعيبه القديمه بتاعتها، لان طبعا مهم جدا ان يكون عندك لعيبه خبرات في الفريق. منتخب المانيا بعد ما استبعد اللعيبه الكبار في السن الفتره اللي فاتت والنتائج ما كانتش على الشكل الامثل، بداوا ان هم يرجعوا اللعيبه الخبرات تاني. منتخب انجلترا داخل بطوله كبيره بيحاول يكسبها، عنده لعيبه مصابه ولكن المدير الفني متمسك بيها لان هي لعيبه خبرات في الفريق. فانا شايف ان طبعا يعني اللي بيعمله كابتن حسام البدري طبعا على الوقت الطويل هيبقى مفيد جدا للمنتخب، ولكن في الفتره اللي جايه تتفتح في عالم بطوله افريقيا لازم طبعا يكون في تفكيره ان يكون مجموعه من اللعيبه في خبرات موجوده في منتخب مصر هتساعد بشكل كبير جدا. محمدي كنت كابتن المنتخب في بطوله الامم 2019، الان كابتن حسام البدري اختار كابتن محمد صلاح ككابتن للمنتخب الوطني، وانت عايش موفق تماما. موفق تماما يعني، لو انت موجود وكان اختار محمد صلاح عليك كنت هتوافق؟ اولا يا كابتن بص هقول لحضرتك، انا لا اؤمن بقاعده الادميه. كنت لسه هكمل لك اقول لك انت عايش في اوروبا وعايش في انجلترا وشايف انه الادميه مش هي اللي موجوده، اتفضل بقى كمل يا ناس. خالص نعم خالص يا كابتن، يعني انا بقالي 11 سنه دلوقتي موجود يعني اقوى دوري في العالم. انا عمري ما شفت مدرب بيختار كابتن الفريق بالادميه. نعم. المدرب بيجي بيشوف السكواد اللي موجوده، بيختار اللعيب اللي هو شايف اللي هو الانسب ان يكون، وبعدين ما بيبقاش في كابتن واحد، بيبقى في كابتن واثنين وثلاثه. لاي سبب من الاسباب ان الكابتن الاولاني يكون مصاب او موجود. فطبعا اول ما المدرب بيوصل الفريق بيحدد مين كابتن اول مدرب. كل الناس بتحترمها، ده قرار المدرب ولازم كل الناس تحترمه طبعا. فانا شايف ان موضوع الادميه ده لازم يتغير. كابتن حسام كسر القاعده ديت باختياره صلاح واختيار موفق تماما يعني. ولو انت موجود كنت هتبقى موافق على القرار؟ تماما يا كابتن. تماما موافق تماما ومفيش اي مشاكل خالص. لان ده وجهه نظر مدير فني. وجهه نظر المدير الفني، فطبعا لازم تحترمها لان هو المسؤول الاول والاخير عن اختياره. هل في فجوه؟ البعض بيقول انه من سنه 2019 وبطوله الامم اللي خرجنا منها من الدور الثاني حدثت فجوه ما بين المحمدي وما بين الجماهير المصريه، صحه هذا الكلام؟ ما فيش فجوه خالص والله يا كابتن. ممكن لما تيجي تبص على في البطوله يعني نتكلم كوره بقى. الحمد لله يمكن عملت لحد ما خرجنا، كانت بطوله كويسه جدا. نعم. احرزت هدفين،
ما افتكرش ان في باك رايت في مصر احوال هدفين في بطوله في بطوله كبيره. ولكن كل اللي حصل طبعا كانت امور خارجه عن الكوره. انا طبعا ما اتكلمت في الامور دي قبل كده وخلاص وقفلت الباب بتاعها. ولكن لو في اي حاجه طبعا لو جمهور او زعلان مني او حاجه طبعا اعتذرت قبل كده وبعتذر ثاني وثالث ومفيش اي مشاكل خالص. خروج احمد فتحي من المنتخب، خروج احمد المحمدي من المنتخب، هل بيفتح الباب لحد جديد؟ هل مثلا شايف انه محمد هاني اصبح هو الظهير الايمن الاول في مصر؟ شايف في حد تاني؟ شايف قصه الظهير الايمن في منتخب مصر ماشيه ازاي؟ طبعا يمكن اختيارات الكابتن حسام الفتره الاخيره يمكن مثبت محمد هاني. محمد يعني من لعيبه صغيره، لعيبه لها مستقبل كويس طبعا في الناحيه اليمين. ولكن زي ما قلت لحضرتك المكان ده برضه محتاج يكون فيه لاعب خبره. يمكن هو هاني اللي موجود الوحيد في المكان ده. في اوقات كتير بيلعب عمر برضه في المكان ده. فانا شايف طبعا يعني محمد مميز، ولكن يعني يكون موجود لاعب خبره معاه يساعده. هو كان محمد هاني في الملعب هيساعده بشكل كبير جدا. فبالنسبه للنقطه ديت طبعا في الاول وفي الاخر دي حاجه بتاعتي كابتن حسام الزيدي، ولكن نعم.